لا لا بنغلة. طيب مش احسن لو قشرت كمخيوره ورشيت نعناع وعملت لبن بخيار؟ وانت اللي قلت هاي خيار. يلا اشرب وانا بدق سنينتو. ماشي الحال. يا اختي عفاك روج يا يبدو راح النهار وحمضت عجنتنا. عيطي لك صوت لهلنا طور عن زيت ابو طنوس خربتنا. ردي معي ولي لك عن زيت ابو طنوس خربتنا. اللهم هنيون. وانت منهن يا ابو صليح؟ حموتك بتحبك. قرب شاي قرب. ام زعل توب خمجدر بروز. ايه وانا اللي برب ليش لا؟ شو يا ابو زعل؟ ايه وين ما عاد حدا شافك؟ طب قلي انت وين غاطيت؟ وين غيطت يعني؟ في خير بهالارض؟ خير بس شايفك عم تغني وتاكل ولا على بالك. صحيح صحيح بس عم غني من وجعي وهمي يا ابو صليح وعم باكل تفشيش مش عن جوع. خير ليش؟ ما عاش الهم والوجع يا ابو مزعي. ولك يا خيي يلي قاهرني قهر ومخلي عقلي يطير من نفوخي هو هالدود هالحشرات يلي عم تاكل الشجرات. انه منين اجتني هالبليه ما كنتش اعرف يا ابو صليح. اسكوت يا ابو مزعي اسكوت. وانا التاني والله محتار بامر هالدوده. لا ولو كانت دوده وحده كنا عرفنا نتخلص منها يا ابو صليح. بس المشكله في حشرات كثير. يعني شي طاير شي زاحف شي بنط على الاغصان شي بيركض على الفروع شي بيقمز على الورق. اشي بجنن يا ابو صليح. انه مين مسلط هالحشرات على بستاناي ما كنتش افهم. طول النهار عم بسمع اصوات من هالشجر وز طز بر فر وطنين وعنين. بجي لهالشجره بهز اغصينها بلاقي شي طار فوق راسها شي وقع بين رجلي شي فات لورا نقرتي وبلش يقروصني تحت القماس. مثل شو يعني؟ كمان انا التاني عم بيصير معي مثل اللي عم بيصير معك. شي بيعرفني؟ شي كثير؟ شي بدي عيد العهد؟ شي بعرف اسمه وشي ما بعرفه؟ باق وبرغش ونماوس ودبان وجراد وزلاقيط ودبابير وعناكب وصراصير وخنافيس وابو مقص وابو برايس وام ابري وبراغيف. العمى على القصه. وليش حبيبتك كل الامام؟ ما بعرف. لا وشي بقرمش الاغصان وشي بياكلوا الورق شي بياكلوا الثمر وشي بيتحلى بالشرش. بعمرك سمعت حد انه بيتحلى بالشرش؟ يعني الموسم معي مضروب من اوله لاخره. اي والله يا ابو صالح يا حوين التعب هالرجال بهالارض. طيب انت شو عملت لحتى تخلص منها؟ شو عمل؟ قول شو ما عمل. اي ما خلى وسيله ما استعملها وكله على فافوش. مثل شو يعني؟ رح قلك يا ابو صليح. مثلا اول ما خطر عبالي اني جايب صمغ وادهم فيها الاغصون. صمغ؟ اي صمغ. قلت لحالي اي حشره طايره ولا زاحفه بمجرد ما توقع على هالصمغات رح تلزق وتموت. طيب وشو كانت النتيجه؟ النتيجه ما استفدت شيء. لانه اذا علق الباق الصراصير ما بتعلق واذا لزق البرغش الجراد ما بيلزق بعدينا. الدود يلي بقلب الجوزي او التفاحه بدين بده يلزق او يعلق منين؟ ما هو علقان جوات التفاحه من وقت ما الله خلقه. تفضل. يسلموا. ايه وبعدين؟ بعدين يا مرحوم الوالدين قلت لحالي هالصمغ مش نافع يا ولد. دهون الفروع بالاغصان بالزفت والزفت ريحته كريهه وبشعه ويمكن ما تقرب الحشرات عليها. رحت بقى سيدي جبت اسطوله هالزفت ومعطت فيها كل هالشجر معط حتى صار منظرها كانها محروقه حرق. بس كمان ما في فايده وهالحشرات مثل يلي اكلوا الطعم عملوها على السناره. لا وغير هيك صارت العصافير تلزق على الدبق يا خطاي. شباك عم تتصحصل وتضحك؟ ما بعرف والله كأنه هو نافد من هالمصيبة. لا والله يا أم مزعل مالي نافد. بس وأنا جاي لعندكم اجتمعت بأبو مرعي مصطبة ومن حديث لحديث قال لي إنه دائرة الحشرات بدها تفتح بعد يومين.
ايه وشو يعنى؟ يعني هالدائرة عندها علم بكل المواضيع ويمكن تفيدنا بمكافحة الحشرات الضارة. يا لايت يا ابو صيليح يا لايت، حاكم التوت عمهر وحبة الجاوز مش عم تكبر، وقدها قد حبة الحمص وصفرة بعد. انت شوف الرمان والزيتون والخوخ كله عمهر يا حسرتي. ان شاء الله بسيطة يا ام مزعيل، بكرة انا وبمزعيل منروح على دائرة الحشرات ومنشوف رأيون، بركي يكون خلاص على ايدون. ما منقول الا ان شاء الله. يا سلام، هالمجدرات طيبين كتير، اسلموا دياتك. صحتين وهنا يا ابو صالح. زود بعد يا ابو صالح، قال العدس والبرغول مسمار الرقب، هيك بيقولوا. كفاء رب العباد، بس هلا بدك كاس الشاي نشطف المعدة ونقش الزفرة. على عيني وراسي، انت بتأمر يا ابو صالح. نعم سيدي، نحن بالخدمة سيدي. تفضل تفضل. نعم سيدي، وعلى أتم الاستعداد لمساعدة كل الفلاحين. لا سيدي لا، مو بمجال واحد، بكل المجالات. لكن سيدي الوطن وطننا. مع السلامة. مع السلامة سيدي. أهلا وسهلا، تفضلوا مروا. يا سيدي، قبل كل شيء ألف مبروك على هالدائرة اللي فتحتموها، وسجيل الشكر يعني للحكومة على هالاستفقادة اللي اجت بمكانها مزبوط، حيث انه ضيعتها للحرداونة محرومة من شغلات كثيرة، ومنتمنى يعني هايك من جنوبكين انكن تهتموا فينا الاهتمام الكافي. يا سيدي انست وشرفت. بس مين بتكون حضرتك؟ انا فلوح عادي من تل الحرداونة، تولد 1947 انا، واسمي بو مزعل مزروب، وهذا رفيقي بو صالح، رفيق عمر يعني، وصالح الدبي فلاح وكادح شعبي. اهلا وسهلا فيكم. يا سالم جيب القهوة. ايه سيدي، بشو بقدر اخدمكم؟ الحقيقة اللي احنا جايين نسألكم، شو بتقدروا تفيدونا؟ انتو من شو عم تعانوا بالضبط؟ يا سيدي قبل كل شيء، الموضوع الذي هو محطوط على النار مثل ما بيقولوا يعني، هو انه الحشرات هلكتنا واكلت الاخضر واليابس. الشجر ما عم بيحمل يا جناب المدير، والورق عم بيتبخش تبخيش. طيب يا اخ حردبي، هي الظاهرة عامة ولا بس ببستانا؟ لا والله هالشي ظاهرة عامة عم بيحصل مع كل اهل الضيعة. بسيطة، اذا كان هيك لا تخاف. يا جناب المدير، اذا بتحبوا تشوفوا بعينكم تعملوا كشف بيكون احسن. ليش لا، كمان بصير. تسلم ودياتك. اهلا وسهلا. وأنتين تحبوا تفضلوا لعنا يا أستاذ؟ هلا خير البر عاجله. ما فيش مالي. تفضلوا تفضلوا. لا لا لا، يلا. نيه وفعال كتير، تقضي لك على كافة الحشرات بمختلف أنواعها، وإن شاء الله مو غالية. والله إذا كانت طلبية محرزة والكمية اللي بدك إياها منيحة فالسعر رح يكون أرخص حتما. قديش بدك حضرتك؟ بدي كمية منيحة. قديش يعني؟ 5 جالونات، 10 جالونات، قديش بالضبط؟ يعني بدك تقول 250 جالون، هاي طلبيتي. وإذا عجبني التعامل معك بدي أخذ 500 جالون. أيوة أيوة أيوة، هلأ فهمت. موجودة الكمية عندك؟ مو مشكلة، مأمني. لكن ليش دقرت؟ لا لا ما دقرت، بس عم أصفن بديش بدي احسب لك الجالون. والله بدك تعمل لي خصم محرز، لانه على الطالعه والنازله بدي اخذ من عندك وراح صير زبونك. ولمعلومك الشغله بايدي، لانه انا مدير مكافحه الحشرات بتل الحردونه. يا سيدي انا مو اكرم بقى. شو قلت؟ راح احسب لك الجالون ب 2000 ليره، وصدقني عم بيعه انا ب 2900 ليره، بس بما انه كميتها كبيره عم بيعك السعر اقل من سعر الجمله بكثير. لا هيك ما بيمشي الحال بنو. ليش بقى؟ بدك تنزل لي بالسعر اكثر من هيك بكثير. اكثر من هيك؟ على حساب خصمت لك 30%. ايه بدك تعمل لي خصم 40%. 40%؟ هيك عم تجرمني كثير. لا عم بجرمك ولا شيء، بدك لحتى نتكل على الله، ما بدك
السلام عليكم مستور ما شفت مني. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. اخي ما بدي احير المساله، انا ماني جاي لعندك لاخذ قالون وقالونين، انا معتبرك المورد الرئيسي للدائره تبعنا وانت الكسبان. طيب ماشي الحال، اتكلنا على الله. اي بس بدي اقول لك على شغله بدي اياها تضل بيني وبينك. تفضل. شلون بدك تحسب لي الفاتوره؟ ما فهمت شو قصدك يعني؟ يلي بقصده انه المصاري ما رح ادفعها من جيبتي، الدولة هي اللي رح تدفعها. ايوه هلا فهمت شو قصدك. يسلم لي حديثك. بقى بدي منك اني ضل على سعري الاولاني، ما هيك؟ لا، بدك تضيف 500 ليرة على السعر. يعني 2500؟ نعم 2500، وبموجب فاتورة نظامية وبخط ايدك كمان. مو كتير 2500؟ لا مو كتير. يعني لحتى نكون منطقيين أكتر خليها ب 2300. ما في مانع، بس المرة الثانية غير هيك بنوبها. قول إن شاء الله. أصبح رح جهز لك شيك على حساب، وأنا رح أجهز لك الفاتورة. تكرم عينك. تحت التفويحة لك عد سنة وشهرين، تحت التفاحة ما يذوق الروحة. على العافية يا أم زين. أهلين بو صالح. وعليكم السلام. ما بدك تروح معنا؟ لوين يا مهوين؟ بدنا نستلم الدواء تبع مكافحة الحشرات. شو الحكاية بلشوا يوزعوا؟ شو الحكي، من امبارح بلش التوزيع. والله بينتوا مدير هالحشرات، يعني زلمي ما كذب خبر. ما بدك تروح معنا هلا؟ شلون ما بدي روح؟ أنا أكثر واحد متضرر من هالقصة، قد ما بدي روح. يلا يا شباب يلا تفضلوا. مصطفى الحسين حاضر. خذ بيدونين. سعيد محمد علي حاضر. شيل. ابو مزعل مزراب حاضر. انا ابو مزعل مزراب. تعال شيل البيدونين تبعك. يلا يلا بسم الله. ابو صالح حردبي حاضر. بين الايدي يا حضره المدير. شلون بدنا نستعملهم هدول يا حضره المدير؟ هلا لكل واحد فيكم بدي يعيدوا افتي. ما تخصناش يا سيدي، نحن ما كناش موجودين. نحن طيب بتجيبوا تنكة مي ساعة 20 لتر، وبتخلطوها بمقدار كاسة شاي من هالمحلول هاد، وبتجيبوا الطرمبة وبتعبوا السائل فيها، وبتبخوا الشجر مرة أو مرتين كل أسبوع، وصلى الله وبارك. منيح هيك؟ بسيط دكتور، هاي هي الشغلة يعني؟ شو لك أنا مفكرة كيمياء الشغلة؟ شو بصير بعدين حضرة المدير؟ الشجر بصير يزهر ويكبر ويحمل. يعني الحشرات بتموت؟ لك ما بتموت. هذا الدواء مفعوله كتير كبير. حلو كثير. يلا جاسم ابو هدبة. يلا خذ يا جاسم، خذ حصتك يا جاسم ابو هدبة. منيح هيك يا ابو مزعل؟ وك هذه كاسة شرب، مدير الحشرات قال كاسة شاي، روحي جيبي كاسة شاي. قوام يا ام مزعل. ليش لروح اجيب كاسة شاي؟ هي من نقصها شوي وبيمشي الحال. هيك قاولتك؟ مليح هيك بصير. كمان منيح هيك؟ ايه ادلقيها بالتنكي، ادلقيها لقلك. حلو كثير كثير حلو. منيح هيك يا ام مشعي؟ عم يصل هون؟ ايه هون في حشرات. هون وين؟ هون هون. مش شايف ملاح العتب على النظر. طيب هونيك عم يصل للفرع الفوقاني. ايه تعبت يدي. اعملي هايك انتي، اعملي هايك. يلا يلا اشتغلي. يلا تشوف ملاح. اي والله وصل. شو هر على راسي؟ ابو صالح يلي عم يصير معي العمى على هالحول التعيسي. قالوا رضينا بالباين والباين ما رضي فينا. ولك اللي بدي افهمه، انت ليش بتضوج بسرعه؟ الله يعينك علي يا ام مزعل. شو اهوج وعصبي لك؟ شلون عصبي انت الثاني؟ الحشرات كل مالها عم تزيد يا ابو صالح، بالعكس تماما.
الحشرة عم تسمن وتربري مع الشجر مثل كأنه نحن عم نقدم لها علف. ولك يا أبو صالح يا أبو صالح، البرغشي صارت قد الفراشي، والخنفسي صارت مثل الخنزيرة، وأبو مقصر أبو مقصين، والذباني صارت توز وتجعر مثل الطيارة. والله عم خاف قرب على الشجر يا أبو صالح. هلا اهدا وجاوبني، انت رشيتن منيح ولا ما رشيتن؟ رشيتن مثل التعليمات وازود بعد. ايه اصبح لا تاكل هم، وانا كمان رشيت وصار معي هيك شيء، واهل الضيعه كل الرش وصار معهم مثل الشيء. بس وينك المساله بدهن وقت. قديش بتاخذ وقت يعني؟ يعني على القليله 15 يوم، هيك قلنا مدير الحشرات. يعني صحيح للحشرات عم تسمن، بس بعد فتره ما بتلاقيها الا يعني ماتت وراح تسطيح. ليش؟ لانه الدواء مفعوله بطيء. والله يا ابو صالح هذا الكلام مش عم يفوت بعقلي بتاتا، يعني هالادويه خرباني ما لها جنس الفايده. ايه والله صحيح يلي عم يقوله ابو مزعل، ما بتتذكر اول العام لما بخينا شجره التين شلون شفنا النتيجه بعيننا؟ الا بتذكر يا ام مزعل، الحشرات ماتت بلحظه يلي انرشت. بقى شو عم تقول انت بطيء ومطيء وعلاك فاضي؟ يعني فكرك لحنا مغشوشين بالدواء؟ الا مغشوشين وميت مغشوشين بعد، وما في غير هالنصاب مدير الحشرات هو اللي غششنا. ايوه فرضنا يعني اذا صار هيك شو ممكن نعمل؟ قال شو بدنا نعمل؟ قال شو الدنيا فلتاني، ما فيش حكومة يعني، ما فيش مسؤولين، ما فيش صحافي. والله جبتها، ما في غير الصحافي، لانه بصراحة كلام مدير الحشرات ما اقنعني. انت بتعرف حدا بالصحافة يا ابو مزعل؟ لا يا ام مزعل منين يا حسرة، بس لما بقرب الجرايد بشوف صفحات كاملة عن المواطنين وشكاوى المواطنين. يعني في عمود ثابت يومي عن المجرير والسياقات، وفي عمود ثابت يومي عن التلفونات وعمدان الكهرباء، وفي يا ستي ملا انت عمودين ثابتين عن الحفر والجوار. فليش لحتى ما يكون للفلوحين عمود ثابت؟ مش نحن من عمدان هالمجتمع يعني؟ ولا شو يا ابو صالح؟ مشان الله شغل لي فكرك شوي، ولا تخلي مدير الحشرات يضحك علينا، مش حلوه يعني مش حلوه. لك اخي بيكون الرجال ماله ذنب، يعني هو صانع المواد الكيماويه. اخي انا بدي اسهر الليلي واكتب رساله بوجه لرئيس تحرير جريده نيسان. العمى على هالحالي، كل ما منروح لعند مدير الحشرات وبنشكي له بيعطينا بدون دواء وبيقول رشوا. صرنا راشين ما فاتح ورزق وما عم نستفيد شيء يا ابو صالح. ليقوم يضروك من ورا هالرساله، مشان الله يا ابو مزعل انت عندك عيله واولاد. وليش لحتى يضرونا؟ ليش لحتى يضرونا؟ العمى يعميهن عمى. يعني اذا ضيعت الحرداون الفواكه تبعها منزوعه، لكن فواكه مين اللي بتتاكل؟ وعينك يا ابو صالح خليك عندي سهران حتى ندبج الرسالة، كلمة منك وكلمة مني بتطلع رسالة مهمة. ام زعيل الله يرضى عليك جيبي ورقة وقلم. بشو بدنا نفتتح الرسالة؟ يعني منكتب مثلا سيادة او فخامة الاستاذ الكبير. لا مش فخامة نكال. مش فخامة يا ابو صالح، سيادة. منكتب سيادة الاستاذ الكبير ابراهيم جرمشي المدير العام لجريدة نيسان المحترم. مشي. ايه مو استاذ بعت لي وعد استاذ عدنان فالح المحرر بشؤون الريف بسرعة. حاضر استاذ. الو نعم مين؟ مختار ضيع التل الحردوني؟ اهلا وسهلا يا اخ، امور شلون؟ يعني كل الضيعة عم تعاني من عدم فاعلية المبيدات الحشرية؟ ايوه فهمت عليك. على كل حال في بين ايدي رسالة بتوقيع اهلي ضيعتكم، عم تتحدث بنفس الخصوص. لا ولا يهمك، نحن مهتمين بالامر. الله معك، مع السلامة. صباح الخير استاذ. اهلين عدنان. الحقيقة في شكوى عامة موقعة من أهالي تل الحردونة بخصوص توزيع دواء لإبادة الحشرات عديم الفاعلية، وبدي منك تهتم بالأمر. إيه ليش لا؟ هلا باخذ سيارة وبمشي ما دام الوقت لسه بكير. بكون أفضل بسرعة. ماشي، بتأمر بشي تاني؟ الله معك، مع السلامة.
السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عدنان. وعليكم السلام يا استاذ عدنان. يا ميت مرحبا، يا اهلا وسهلا ومرحبا. شو وينه بستانك؟ بستاني منها هون. بس يا استاذ عدنان، يعني مش شرط تاخذوا بستاني انموذج، لانه الحالي يعني مثل ما تقول عمي مش خاصه. لا معلش، انا حابب اشوف شجر عندك بالاول. ايه على ريحتك، على ريحتك. تفضل يا استاذ عدنان، تفضل. من هون بستاني، من هون. هذا هو بستاني، هذا هو بستاني، شافت عينك. وهي شجر قدامك. نعم، شو هالشجر هاد؟ كله نمل وزياز. صدقني يا استاذ عدنان، هالشجر ما كان فيه لا نمل ولا زياز، وطلعوا لنا على البيعه بعد ما رشينا الشجر بالمبيد الحشراي، وكانه كان نقصنا كم حشره جديده. بسيطه بسيطه، على كل حال برجوني بستان ثاني. تفضل تفضل على بستاني. شرف شرف. دائرة الحشرات تعرف الحشرات بدل القضاء عليها. ألو، مرحبا. الله يخليك، بدي احكي مع الاستاذ عدنان فالح لو سمحت. الو استاذ عدنان، يعطيك العافية، كيف الصحة؟ انا مدير دائرة الحشرات بضيعة تل الحردوني، قريت المقال وشكاية الفلاحين فحسيت بالظلم والتجني ومجانية الحقيقة طبعا، وانا بأكد لك انه القصة مختلقة من اساسها. صدقني يا استاذ انا ما بزل عليك، بس انتو كان لازم تتأكدوا من القصة قبل ما تنشروا الشكاية بصحيفتكم. نعم سيدي، نعم، ما في مانع عندي، انا بقابلك وين ما بدك وامتى بتحب. ماشي ماشي استاذ، موعدنا غدا ان شاء الله. الله معك استاذ، مع السلامة. انا بحب اكد لك من عندي انه دعوى الفلاحين باطلة وهي محض افتراء وتزوير للحقيقة. انا رح اقول لك شغلة ويمكن حضرتك قريتها بالجريدة. شو هي؟ انا عملت جولة ميدانية للضيعة وشفت هالشي بعيني. يا سيدي الفلاحين ما عرفوا كيف يستخدموا المبين، فكرهم اذا مسك الواحد منهم المضخة ورش كيف ما اتفق بيمشي الحال. لك شو بده يساوي يعني؟ لك يا استاذ في تعليمات لازم يمشوا عليها حتى يجيبوا نتيجة. هلأ كمان الرش بده معلمية. روقنا استاذ، الله يرضى عليك. انا مستعد روقك اخر رواق اذا كتبت مقال مضاد. شلون يعني مستعد تروقني؟ يعني اذا رديت على الفلاحين رد بيرجع لي كرامتي وبيطحد دعواهم، فانا مستعد لاني اعطيك اللي بتطلبه. ولك انت بتعرف عن شو عم تحكي؟ شبنا استاذ، يعني شو كفرنا؟ الدنيا كلها ماشيه هيك. شوف يا استاذ، اصابيع ايديك مو كلها مثل بعضها، وانا بعد هذا الشيء اللي سمعته منك مستعد اني. ليش شو فهمت مني لا سمح الله؟ انا استاذ قصدي انه فهمان قصدك مزبوط، بقى بلا لف ودوران. واذا فكرك انك رح تشتريني بهالعزيمه اللي عزمتني اياها بتكون غلطان. اوف 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 اوف، أوف. شايفك اخذت للمساله ابعاد اكثر ما بتستاهل استاذ. شوف استاذ، انا جاي لهون بمهمه رسميه من جريدتي، وجريدتي متكفله بكل مصاريف هي المهمه. بقى الله يرضى عليك، كل اللي بطلبه منك انه نجرب هذا الدواء بحضورك حتى نتاكد من فاعليته ولا عدم فاعليته. ما في مانع عندي، وانا من بكره الصبح بتلاقيني جاهز. ولو استاذ هذا حقك. ماشي، اذا بكره الساعه 9 لقائنا ببستان ابو مزعل. يعطيك العافيه. لك شو بنا استاذ؟ شو بك ضايج كثير ومزعوج؟ لك شو ضايج؟ لك قول مهستر،
قول جانن، قول رح طقم يكون احسن. خير 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 لا سمح الله. شو اللي صار؟ شو في لك تاني؟ هذا الدواء المبيد اللي عطينا اياه لك عديم الفاعليه بنوب، لك يخرب بيت قلبك ما هيك اتفقنا. والله يا حبيبي انا عندي كميه كبيره وبصراحه يمكن كون متخوزق فيها لانه انا مستوردها من زمان وما كانت تنباع معي. بجوز على طول مده التخزين خفت فاعليتها شوي. بس هذا الكلام ما بيصير، ما بيصير بنوب. انت بتعرف الصحافة شو كتبت عني؟ بعرف بعرف، قريت الخبر. بس الشاطر يثبت انه هلا شو بدي بيها العلاقة انا؟ هلا بدي انا مبيد فعال، لانه انا وعدت الصحافة انه جرب هالدواء قدام الصحفيين. بقى عندك ولا ما عندك؟ ولا يهمك، انا رح اسلمك كان بدون مختوم، والمادة اللي فيه بتفتك بجميع الحشرات مهما كان نوعها. عظيم، لك هذا اللي بدي اياه. وينه؟ موجود موجود عندي، ومستحيل ما يعطي نتيجة فورية وعلى الواقف. عم بقول لك قوي كتير، ألماني ما صار له كم يوم جاييني. يعني كاسة شاي تنكة مي وشوف النتيجة. عال كتير، بس حط لي الدواء بنفس موديل البيدونات اللي أخذناها منك هذيك المرة، يعني ما بدي أي اختلافها. ولا يهمك، أنا بخدمتك. شبك مزعوج؟ روي أستاذ، ما في شي ما له حل. قلتك بس أنا بفرجيهم لهالولاد الكلب. قال اشتكوا للصحافة. سالم سالم مور استاذ، أنا بخدمتك. إذا خدمتني هالخدمة يا سالم إلك عندي مكافأة عظيمة. ولا يهمك استاذ، أنت أموره بس. بيت أبو مزعل المزراب بتعرفه؟ بعرفه سيدي بعرفه. بتروح على بيته بالليل بس يناموا، وبتاخد معك البيدونين، وبتفوت على بيت المونة تبعه محل محاطة البيدونات اللي فيها مبيدات حشرية. فهمان؟ فهمان سيدي. وبدون ما حدا يحس عليك بتبدل البيدونات القديمة بهالبيدونات هاي. فهمان شو عم قلها؟ فهمان سيدي فهمان. هاي هي كل القصة. طيب وإمتى بدك كان يروح؟ قلتلك بالليل بعد ما بيناموا. بس خايف يكون عند أبو مزعل كلاب يا سيدي. بتخاف من الكلاب يعني؟ لا تخاف، ابو مزعل ما بيحب الكلاب. يلا خذ البيدونين وامشي. حاضر سيدي. بسرعه. يا شباب صباح النور. اهلا استاذ عدنان. اهلا استاذ عدنان. شو لسه ما اجى مدير دائره الحشرات؟ والله ما اجاش. ها ذكرنا القوط، اجانا النوط. هلا استاذ. هلا استاذ يا ميت. مرحبا حضره المدير. اهلين ابو مزعل. اهلا مرحبا، تفضل تفضلوا تفضل يا استاذ. يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيك. يا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اسمح لي يا استاذ عدنان قبل ما نباشر بالتجربه انه انعت هالفلاحين بالجهل والتخلف. لك العمى بقلبكم العمى. لك العالم وصلت للقمر وانتم مجرد رش غصن او شجره ما بتعرفوا ترشوا. لك شو الشغله، اكتشاف ولا اختراع؟ بعدين اذا كنتوا غشيمين بمعرفه تكنولوجيا الادويه الحديثه، لك انا شو ذنبي لتشتكوا علي للصحافه وتجيبوا معدلي؟ بس نحن عملنا مثل ما قلت لنا بالضبط يا استاذ. لا سيدي، لك ابو مزعل انت بالذات لا تحكي، لانه حشات الذكر ما بتعرف الخمسه من الطمسه. انا ما بفهمش الخمسه من الطمسه.
وليش بقى يبخش القلب؟ يا جماعة هلا شو بدنا بهالمهاترات؟ خلونا نتصرف ونخلص من هالقصة. ماشي الحال يا أستاذ. أبو مزعل روح جيب بيدون من الدواء اللي وزعته عليكم باسم الدولة. يلا لشوف. هذا الكلام السليم. هات البيدون يا أبو مزعل. حاضر يا أستاذ، أنت بتأمر أمر. أبو صالح. نعم. عبي بهالتنكة مي لشوف. حاضر يا حضرة المهندس. الله. حاجة حاجة. تفضل. وهي البيدون؟ هات لهون. سيك أبو صالح، هات الطرمبة لهون. يلا ابو صالح عبي لي هالكاسه من هالدواء، بس دير بالك. ها على راس. وهي كاسه دواء مليانه منحطها بتنكه مي مثل ما علمتكم، مزبوط ولا لا؟ مزبوط 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 مزبوط. ويكون بعلمكم هذا أقوى دواء على الإطلاق، يعني بيموت أشرس أنواع الحشرات وما إله أي تأثير جانبي على الإنسان، يعني مأمون تماما. يلا لشوف، عبوا التنكة بالطرمبة. شوي شوي يا شباب، شوي شوي. أيوة شوي شوي يا شباب، هذا خطر الدواء، طولوا بالكم عليه. أيوة عجيسة. خلاص خلاص بيكفي بيكفي بيكفي. هات هات سكرها. مسيك اشوف مسيك. حملني اياها حملني اياها ابو صالح. ايه استاذي، انو شجره بتحب بخلا؟ بخ هي هي فيها حشرات كتير. اي اي هذه اي بعدو 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 يا شباب بعدو بعدو بعدو, بعدو يا شباب بعدو. شوي شوي استاذ. فعلا يا جماعة الحشرات عم توقع وتموت. طبعا بدها تموت. هذا أقوى مبيد حشري في العالم، شغل ألمانيا. فعلا يا شباب الحشرات كلها ماتت. لحتى تشوف لحتى تشوف يا استاذ عدنان الكذب لوين بده يوقع. خير 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 يا استاذ. لا طول بالك استاذ، روي يا استاذ يا استاذ. لا انتو خير ان شاء الله خير. شو ابو صالح خير؟ شو صار له؟ يا استاذ البقية بحياتكم. الزلمة مات. شو يعني مات على الخالص؟ ايه والله يا سيدي الله يرحمه. معنيها يا جماعة هالدواء فعال على المزبوط. لك شو فعال؟ كنا بشي صرنا بشي. شو بدي اكتب بالجريدة هلا؟ شو بدكم تكتبوا؟ اكتب الواقع يلي شفتوا. موت حشره.